السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل كيو ار كود فممكن تستخدم موقع كانفا، وفي تصميمات كتيرة جدا لحاجات كتيرة مختلفة مش كيو ار كود بس. هتيجي بقى تقول له انا عايز اعمل جنريت كيو ار كود، وحتى لو دخلت في اي تصميم من التصميمات تقدر ان انت تقول له انا عايز اعمل كرييت للكيو ار كود، او عايز اضيف كيو ار كود للتصميم بتاعك. يعني ممكن يكون انت مثلا مصمم غلاف مجلة مثلا او بطاقة دعوة، فتبدأ تضيف الكيو ار كود. فهو مدينا اختيارين، ممكن يكون في تصميم موجود قبل كده فتختار تعمل سيلكت لاي حاجة انت عملتها قبل كده او نيو ديزاين. خلينا نختار نيو ديزاين. فبيقول انت عايز تعمل تصميم لايه، وليكن مثلا انستجرام ستوري. فبيبدأ يفتح لي صفحة، وتبدأ انت بقى تحط اللينك للكيو ار كود. يعني لما يعمل سكان بالموبايل على الحاجة دي يبدأ يطلع له الكيو ار كود. وحتى لو اخترت اي تصميم بتلاقي في الجنب هنا زرار للكيو ار كود، فتقدر تضيفه في اي تصميم انت عايزه، او في الابس تقدر تختار من هنا وتختار بقى الحاجة اللي انت عايزها. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له ايه، انا عايز الكيو ار كود دوت، ويعمل لك جنريت للكيو ار كود بالشكل دوت. تقدر تحطه مثلا في اي مكان انت عايزه، وبعد كده تبدأ بقى تضيف الاليمنت العناصر اللي انت عايزها. تقدر تضيف تكست، تقدر تضيف درو، تقدر تضيف صورة انت كنت عاملها قبل كده، ايميج، فيديو، اوديو، كل الحاجات دي تقدر ان انت تسحب وتحط. يعني هو ممكن تحط فيديو كمان. تمام. طيب خلينا مثلا نختار صورة من الصور ديت. كده اللي هيعمل اسكان للكيو ار ديت هيبدأ يفتح له الصفحة اللي احنا اخترناها، اللي هي بمقاربها NRC. ممكن بقى تحط اي صفحة، صفحة الشركة بتاعتك او اي صفحة انت عايزها.